في نهاية ديسمبر الماضي وإلى الآن اختلف العالم عما كان عليه سابقا، بل وأصبح عالما جديدا بقواعد جديدة. وفي ظل هذه الاضطرابات التي نعيشها اليوم، اتخذت الدول العديد من الإجراءات الاحترازية كإلغاء الفعاليات الرياضية والثقافية وإيقاف المدارس وتعطيل الطيران والسياحة، بل وحتى إغلاق الحدود مع عدد من الدول، وما يزال الأمر مستمرا إلى الآن. في هذا التقرير سنسافر إلى مدن العالم الأكثر تضرراً بهذا السقم لنرى كيف أصبح حالها الآن. ابقوا معنا. فجأة تغير كل شيء. كل دول العالم أصبحت كما يصفها البعض بمدن الأشباح. الحدائق والشوارع فارغة، والحياة شبه معدومة، وكل ما كان في وقت سابق روتيناً يومياً اختفى الآن. ففي الصين مركز انتشار السقم الأول، ووفقا لبحث أجرته CNN الأمريكية في منتصف فبراير الماضي، كان ما يقارب نصف سكان الصين أي حوالي 780 مليون شخص كانوا يخضعون لقيود على السفر، وتم إغلاق مدينة ووهان بالكامل، مما أدى إلى قطع النقل إلى المدينة وإغلاق العديد من الأماكن العامة، وأصبحت الشوارع تبدو وكأنها مهجورة. وخضع سكان ووهان لحجر صحي في منازلهم، وبعد فترة قصيرة أغلقت الصين 15 مدينة أخرى. وباستمرار هذا الأمر واجه السكان نقصا في المواد الغذائية، وازداد الطلب على المتاجر. ولكن في الأيام الأخيرة من شهر مارس بدأت الصين تستعيد الحياة تدريجيا بعد انخفاض انتشار السقم والسيطرة عليه. وبالسفر إلى إيطاليا التي تعد الدولة الأكثر تضرراً وانتشاراً للسقم في أوروبا، وضع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي البلاد بأكملها في حالة حظر شامل، وقيد السفر والترفيه والعمل، وذلك على إجمالي مواطنيها البالغ عددهم 60 مليون نسمة. وتعتبر إيطاليا الآن أكبر حجر صحي في العالم بعد أن تم حظر التجمعات العامة في المنازل وتقييد حرية الحركة وتعليق جميع الأحداث الرياضية في البلاد لغاية 3 أبريل القادم. فبمجرد أن تمشي في إيطاليا الآن تجدها تبكي على الأطلال. نكمل رحلتنا إلى أمريكا التي أصبحت في موقف لا يحسد عليه بتاتا بعدما تجاوزت دول العالم في الإصابة لتصبح في المرتبة الأولى. نيويورك، كاليفورنيا وواشنطن تدريجيا يتم حظر التجول فيها، وقريبا قد تصبح مدن أشباح. وسيمتد هذا الأمر وفق خبراء الصحة العالمية إلى باقي الولايات الأمريكية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذا الأمر لن يتوقف هنا فقط، بل سيمتد أيضا إلى الاقتصاد العالمي للدولة، وقد يهدد بانهيار سريع إذا ما استمر هذا الوضع في التفاقم. وبالنظر إلى إسبانيا وألمانيا التي أصبحت على رأس الدول الأوروبية المتضررة بعد إيطاليا، فقد أصبحت إسبانيا في المرتبة الثانية أوروبيا لتفشي السقام. تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة الإسبانية لإعلان حالة الطوارئ الوطنية للمرة الثانية في تاريخها الحديث. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة الماضي أن أوروبا أصبحت الآن مركز السقام في العالم بعد أمريكا. وقد أطلقت إسبانيا شعار ابقى في المنزل في بداية شهر مارس الحالي، وما يزال الوضع في تصاعد مستمر. وبالنسبة لألمانيا فالوضع ليس بالأفضل، إذ تشير التقارير أن معدل الإصابات ارتفع بشكل كبير، وإذا استمر الأمر على هذا النحو قد تصبح أوروبيا في المرتبة الأولى. ويأتي هذا الأمر في ظل التدابير والإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة اليوم من حظر التجول وإخلاء المدن تدريجيا من الناس، ولكن بطريقة إبقائهم في منازلهم وإيقاف الرحلات الداخلية في البلاد. كما وافقت الحكومة الألمانية على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار السقام على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو. وبالانتقال إلى فرنسا تتشابه الأمور مع بقية دول الجوار، إذ قررت الحكومة الفرنسية تأجيل الإجراءات غير الضرورية في جميع مجالات الحياة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب متلفز أنه سيتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حماية الأسواق المالية والاقتصاد. وأضاف ماكرون قائلا: يتعين على أوروبا بذل جهود هائلة لحماية مصالحها الاقتصادية، وتتوقع منظمات اقتصادية أنه في حال استمرار
استمرار هذا السقام قد يؤدي إلى انهيار اقتصاد الدول الأوروبية والأمريكية بشكل كامل، وسيمتد للعالم أجمع. الأمر المؤسف أنه في الوقت الذي تنادي به القوى العظمى لتدعيم الاقتصاد، نرى أن ذلك الصوت أقوى بكثير من الأصوات التي تنادي بسلامة الناس والمجتمعات. وبالنسبة للوطن العربي، فقد أثر انتشار السقام على العديد من مجالات الصحة في المرتبة الأولى، وإيقاف الشعائر الدينية وبالأخص داخل الحرم المكي الذي أصبح فارغاً تماماً من الطواف والمعتمرين، بل وحتى من المصلين. وامتد هذا الأمر لإيقاف صلوات الجماعة في المساجد في أكثر من دولة عربية. ومن ناحية الاقتصاد، الدول الأولى المهددة في الانهيار هي دول الخليج التي أصبحت فعلياً على كف عفريت، إذ تعتمد هذه الدول في غالبيتها على النفط أو السياحة أو على كليهما، وذلك في تحقيق إيراداتها المالية الرئيسية. ويظهر الاعتماد الأساسي على النفط في دول السعودية والكويت والإمارات والعراق والجزائر، أضف إلى قطر التي تعتمد على صادرات الغاز إلى شرق آسيا. وما يحدث الآن، أسعار النفط تنهار والسياحة توقفت تماما، أي أن الدخل الرئيسي للكثير من الدول توقف. وفي المقابل نجد أنه ستصمد بعض الدول العربية التي تعتمد على مصادر دخل متنوعة مثل مصر وتونس والمغرب وسوريا. ولكن الأمر المؤسف أن سوريا استنفذ الحرب اقتصادها بالكامل، ومن هنا نجد أن الكثير من الدول العربية ستعاني ضربة مزدوجة من ناحية الحروب والمرض المنتشر، وتأتي الضربة الثالثة والموجعة الاقتصاد. للأزمات مهما كانت مأساوية جوانب إيجابية لا تحصى، فهي توقظ البشر من غفلتهم وتوحد العالم، إذ يشهد العالم الآن تضرعا كبيرا إلى الله، حيث قامت إسبانيا بالسماح برفع الأذان في إشبيليا وغرناطة مرة ثانية بعد توقف 500 عام. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن على العالم أخذ التدابير الكاملة، ولكن الأمر منوط بقدرة الله وحده لإنقاذ العالم، في حين شهدت أمريكا والعديد من الدول الأوروبية دعوات للعودة إلى الله. وبالنسبة للوطن العربي، فقد شهد أيضا صورة دينية كبيرة بين الناس، وبالأخص الفئة الشابة. ومن جانب آخر، بات لهذا السقم فوائد غير متوقعة، حيث شهدت البلدان التي تعرضت لحالات حظر صارمة فائدة غير مقصودة، فقد ساهم بنسبة 25% في انخفاض ملحوظ في التلوث وانبعاثات الغازات والاحتباس الحراري، وأصبح الهواء أنقى، وخصوصا في الصين التي شهدت معدلات كبيرة من التلوث بسبب المعامل والسيارات. وفي الختام، يجب علينا أخذ كافة التدابير اللازمة من النظافة الشخصية وتجنب الأماكن المزدحمة، وأيضا البقاء في المنازل قدر المستطاع ريثما يكشف الله هذه السحابة السوداء على العباد. وما يدريك لعله خير.